صباح الخير يا حساني ومترجم لغة الإشارة محمد عبد الله. صباح الفل، اهلا بكم معنا اعزائي الزملاء محمد ودينا واعزائي المشاهدين، اهلا بكم معنا. هذا هو موجز اخبار التاسعه من التلفزيون المصري، اهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع السيده فلورانس بارلي وزيره الجيوش الفرنسيه، حيث شهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون العسكري فيما بين البلدين. وقد عبر الرئيس عن تقديره للعلاقات الاستراتيجيه مع فرنسا في مختلف المجالات خاصه في الشق الامني والعسكري. كما أكد الرئيس أن مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفعالية المواجهة. هذا أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز التنسيق ولتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا، خاصة التعاون العسكري بين البلدين وفي إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في باريس السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية. السيد الرئيس رحب بالوزيرة الفرنسية طالبا نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من جانبها أعربت بارلي عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسي مجددا، ناقلة تحيات الرئيس ماكرون إليه، ومؤكدة الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة. وقد كان الرئيس السيسي قد وصل أمس إلى باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول الأزمة الليبية الذي يعقد اليوم تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يتناول الرئيس السيسي جهود مصر في ملف ليبي، كما تضمن برنامج زيارة الرئيس عقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسي، ويجتمع أيضا بعدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث تعزيز التعاون الثنائي والتشاوري حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المرحلة الحالية التي وصلت إليها ليبيا على صعيد الاستقرار السياسي وصولا إلى قرار إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل ما كان ستتم دون الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي. وقد أكد السفير بسام راضي أن السياسة المصرية تجاه ليبيا تركز على خروج كل القوات الأجنبية دون أي استثناء. أضاف راضي أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون سيعقدان اليوم خامس قمة ثنائية، مشيرا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتلقية للاستثمارات الفرنسية. هذا وقد أكد سفير مصر لدى فرنسا السفير علاء يوسف أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تشاورا وتنسيقا ما بين الرئيسين السيسي وماكرون في ملفات مهمة خاصة الملف الليبي. وعن احتفالية مرور 75 عاما على إنشاء منظمة اليونسكو التي تستضيفها باريس اليوم، قال السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي كان من بين عدد محدود جدا من رؤساء الدول الذين تمت دعوتهم إلى هذه الاحتفالية الثقافية رفيعة المستوى. تستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم كوب 27 بشرم الشيخ في عام 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا. أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلماتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر للمؤتمر القادم. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الرسالة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة قادة العالم في مؤتمر جلاسكو، التي شدد فيها على أن كوب 27 سيكون مؤتمرا أفريقيا حقيقيا. وقد شددت الوزيرة على التزام مصر تجاه الجميع بالعمل على بناء جسور التعاون وإزالة الخلافات، حيث تأخذ مصر على عاتقها بذل قصارى الجهد لتحقيق النجاح في كوب 27 بشأن مواجهة هذا التحدي الذي يهدد العالم أجمع.
إلى تداعيات كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة، كما أعلنت خروج 622 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتم شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 285,615 حالة. إلى السودان، حيث قرر القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية بالسودان. وقد ذكر تلفزيون السودان أن القرار أكد الالتزام بالاستحقاقات والالتزامات الناشئة على اتفاقية جوبا للسلام. كان البرهان أدى مساء أمس اليمين الدستورية الرئيس لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث يضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير. وقد تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء مزيد من المشاورات. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أهمية تسوية أزمة المهاجرين على الحدود ما بين بيلاروسيا وبولندا في أسرع وقت ممكن، معتبرا أن ذلك يتطلب إحياء الاتصالات بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي. كان وزير الخارجية الألماني قد دعا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على مينسك بسبب أزمة المهاجرين، كما طالب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد إلى رد فعل دولي قوي حيال ما أسماه باستغلال بيلاروسيا للمهاجرين لتحقيق أهداف سياسية، مشيرا إلى أن قوات الأمن البيلاروسية ترافق المهاجرين نحو حدود دول الاتحاد الأوروبي لفرض الدخول بطريقة غير قانونية. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.